السلام عليكم، صباح الخير، صباح الورود على احلى مشتركات. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير اليوم، والناس اللي تحب لي غاتا حاجه بنينه وما تديش وقت بزاف. صراحه نديروا غاتا بالبطاطا المقليه واللحم المرحي. راح نبدا اول حاجه نطيب اللحم تاعي. حطيت مقلة على النار تسخن ودرت فيها 3 مغارف زيت. راح نزيد لها كميه من اللحم المرحي، انا درت هنا 400 غرام، ونديروا الحركه هذه كما قلت لكم من قبل، هكا ما يبقى لكمش متكتل ويتفتت اللحم. بعد لي يتبدل اللون تاع اللحم ويبدا يطيب شوي، نزيدوا له كميه من البصله. عندي بصله هنا متوسطه قصيتها طرف صغار، وراح نربي 3 سنات ثوم مع هذا البصله. نخلطه مليح ونخلي هذه المكونات يتقلاو مليح. ومن بعد راح نزيد كميه من الفلفل الحار. انا عندي هنا فلفله كبيره حاره، تقدروا تبدلوا الحار بالحلو كما تقدروا، ما تديروهش خلاص الناس اللي ما تحبش الحار. وزدت حبه سناريه، حبه جزر ربيتها مليح في الرقيق. نخلط مليح المكونات تاعي ونخليهم يتقلاو ويديو النكهات تاع اللحم. ومن بعد زدت حبه طماطم كبيره كنت رحيتها مليح. تحليت مغرف صغيره من الطماطم المركزه في شويه ماء وزدتها لهذا الخليط تاع اللحم. نخلط مليح المكونات تاعي مره اخرى ونخليهم يتقلاو قبل نتبل هذا الخليط. التوابل راح تكون ملح، فلفل الكحل، زنجبيل، شوي كزبر وكركم. راح نخلط كلش مع بعض ونخليهم يطيبوا شوي قبل نزيد كمية من خليط تاع المعدنوس والدبشة. انا درت هنا 3 مغارف كبار. من الاحسن الدبشه والمعدنوس خليهم اخر حاجه ديروها هكا باش يبقى محافظ على اللون تاعو.
هنا عندي كمية من البطاطا، أنا درت ربع حبات بطاطا متوسطة، الحجم تاعها متوسط. بعد قشرت البطاطا تاعي قصيتها مربعات صغار وقليتها في كمية من الزيت. جبت ملح يدخل الفور، حطيت طبقة البطاطا بعد اللي قليتها وقطرتها مليح. الحشو تاعي راه واجد، دركا واش راح ندير؟ ومن بعد كسرت 3 بيضات وزدت لهم نص كاس حليب، وهنا راح نزيد لهم كمية من الفرماج، مغرف كبيرة تكون كبيرة تكون مليحة من الفرماج طري، كما تقدروا ديروا فرماج مثلثات. ميكسيت كلش مع بعض، ومن بعد فوق طبقة البطاطا راح نحط طبقة من اللحم، من اللحم المفروم أو لافيون داشي اللي كنا طيبناها. نوزع مليح هذا الخليط هذا، ومن بعد نصب عليه خليط البيض والحليب. هنا الحليب تقدروا تبدلوه بلا كريم فخاش ليكيد، كريمه سائله راح يجيكم ابن. واخر حاجه راح نديرها هي طبقه من الفرماج. لا تحبوا ديروا فرماج رابي ولا ديروا فرماج كيما اللي درتو انا تاع لي ساندويتش، هذا تاع المربعات هذا يكون ابن. بعد نستف الكمية تاع الفرماج مليح فوق طبقة اللحم، ندخل الكراتان تاعي الفوق اللي كنت سخنته على درجة حرارة 200 درجة حتى يطيب البيض وتذوب الكمية تاع الفرماج. هنا نكون خلصت الغداء تاعي اللي كان غراتان بالبطاطا المقليه وبلا بيونداشي. انا هنا فاتلو شويه طياب، نتوما من الاحسن تخليوه يكون لونه ذهبي احسن، زينتو بالمعدنوس، وهذا هو البلا تاعي. ان شاء الله يعجبكم، صحه غداكم وتبقاو على خير.